مشاهدينا اينما كنتم السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا في احلى مطبخ كالعاده نجيكم دائما للتور. مشاهدينا من بعد اللي شفنا المقادير درك نبداو في طريقه التحضير. الحاجه الاولى نجيبو انتيرين اللي نبداو نخدمو فيها. هاد لاتيرين هاديه لازم نوجدو لها لاسيزونمون ديالها ولا لاصوص فينيغريت كي فا اكونباني هاد لاصالاد. واللي هذا نديرو الخل وزيت زيتون، يعني من الاحسن نستعملو زيت زيتون خاصة يعني في لي فينيغريت. هنا نديرو نص كونتيتي تاع زيت زيتون، نجيبو ان فوي. وهنايا درك نفويتيو ولا نخلطو البرومي ميلونج كيما راكو تشوفو. هنا باش نديرو لي مونيسيون درك نزيدو نزيدو نحركو. هذا يكفي. هنا درك نزيدو فلفل كحل لو بوفر، ونزيدو الملح نحكب مغرفة. فوالا وتعطي لكم هاد لا تيكستور. لي هاد لا فينيغريت يعني راني يعني هذا هو الريزلتا اللي لازم يكون عندكم. هذا هو. حنا درك واش نديرو؟ مباشرة نزيدو لا بوم دو تير. البطاطا اللي طيبة يعني طيبناها الونجلاز في الماء والملح، ونحركوها ولا نخلطوها مع لا فينيغريت. علاش بديت بالبطاطا؟ باسكو البطاطا لي فاد اونغو يعني الدوق تاعها يعني لوغو تاعها ماهوش يعني ناقص، ماهوش فريمون بني. واللي هذا من بعد لي طابت بردت يعني بردنا لا بوم دو تير ودرناها. دوك رانا درناها لاصوص فينيغريت هذه اللي خدمناها. علاش؟ باش يعني فابسورفي هذيك هاد لا فينيغريت ولا هاد لو ليكيد هذايا يعني ويدخلها يكون عندها الكو مليح يعني تكون سافوروز هكذا. ونزيد معاها لي كاب كيما راكو تشوفو هكذا. نزيد معاها كيش قلنا سلاط دو بوم دو تير او طون، حب يقول نزيدو معاها الطون. نديرو ان كونتيتي سوفيزون يعني غير واش نحتاجو، يعني من الاحسن كي نديرو كي نزيدو الطون ما لازمش يعني نقعدو نخلطو نلبزو فيها بزاف سينو الطون يتفتت كامل، يعني جوست غير بالعقل هكذا خالص. ونخلوها في جهة ونبداو نوجدو يعني واش قعد لنا كوم يعني كوم إليمون تاع هاد لاصالاد. هنا عندنا الكونكومبر، عندنا الخيار. الخيار رايحين نزيدوه بصح بالقشور ديالو يعني ما نحيوش القشور. واللي هذا ناخد نص حبة خيار ما
كما راكم تشوفوا. يعني نحيلو نخلي غير القلب. فوالا هاو الكور ديال الكونكومبر، وناخذ لي كونكومبر اللي عندي كما راكم تشوفوا ونقطعوهم يعني هكذا اون فين كما راكم تشوفوا. يعني قطعوهم رقاق. ونزيدوهم مع البطاطا والطون كما راكو تشوفوا. اللي يحب يعني اللي ما يحبش القشور تاع الخيار يقدر يقشر الخيار ويزيد يزيدوا يعني نحيلوا القشور ويقطع الكونكومبر تاعو كيما يحب، سواء بتيدي ولا اون باطوني ولا على حساب كل واحد كيفاش. برك هنايا برك فلاسبي فيزيوال يعني ماهوش راح يكون عنده نفس يعني لاصالة تاعو ما يكونش عندها نفس المظهر يعني فيجيال مو يعني كي نشوفوها. ونزيدوا درك واش نديروا، نعاودوا كما راكم تشوفوا نحركوها ونخلطوها غير بالعقل. علاش؟ لاخاطرش لاخاطرش لو كان نخلو الكونكومبر يعني ما نخلطوش مع لا بوم دو تير درك، ومن بعد نزيدو البصل ونزيدو الطوماطيش، يعني لا سالاد راح تكون شويه ثقيله. واللي هذا تسمى كي نجيو رايحين نخلطوها يكون لو بوا على البطاطا والطون يعني، ومن بعد تولي اكراز يعني البطاطا يعني شغل تكرازا شويه. درك نزيدو الثوم. الثوم من الاحسن اون شوميز، حب يقول بهذه يعني التقطاع تاعو يكون هكذا كما راكم تشوفوا هكذا يكفي. البصل يعني كيف كيف اوني منسي. هكذا زيدوا نحو غير الجهه ونقطعوه رقيق يعني بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا هنا درك البصل لازم نفتوه هكذا، ودرك كالعاده كما قلت لكم كي نكملو تقطع تاع البصل ولا الطوماطيش لازم دائما يعني نمسحو لابلونش، سينو يعني كيما الموس يحفى ولابلونش يعني تولي تقعد تريح البصل هكذا. يعني نحاولو شاك فوا نزيدو حاجه ونخلطوها غير بالعقل. درك مشاهدينا قاعدتنا لا طوماط، هنا لا طوماط سواء ندو نص حبه ولا حبه على حساب كل واحد كيفاش يحب. انتم ما عليكم غير تبعوا المقادير، انا عطيت لكم مقادير قيس 4 اشخاص وانتم تزيدوا ولا تنقصوا كيما تحبوا. كالعاده نحولها زريعه ونقطعوها بهذه الطريقة. نحكمو الطوماط نقطعوها ولوزونج يعني شغل مقروطات هكذا صغار كما راكم تشوفوا. انا من الاحسن تكون عندكم طوماط يعني ما تكونش طايبه تكون فريش
هكذا، ونزيدوها مع البطاطا، نزيدو لا طوماط اللي قعدت، هنا لا طوماط الرول تاع لا طوماط في هاد لاصالاد، والكونكوب يعطونا لا فريشور، يعني يعطونا لا فريشور لهاد لاصالاد، يعني يخلوها فيه تكون حيه. يعني بنفس الطريقة نقطعو اون لوزونج، كما راكم تشوفوا يعني من الأحسن كي تكون لاشير تاع لا طوماط يعني خشينة شوية نقصو لها. فوالا دركا نزيدو كلش فوق ولا داخل لاتيريل ونمسحو لا بلونش. كما ما نطولش عليكم، نشوفكم بعد قليل في الوصفة الثانية. مشاهدينا من بعد اللي كملنا الوصفة الأولى درك نديرو الوصفة الثانية واللي هي بف وكاروت، نخليكم مع المقادير تكتشفوهم نرجع لكم. مشاهدينا من بعد اللي شفنا المقادير درك نبداو في طريقه التحضير. حاجه الاولى لازم نجيبو ان بوال ولا ان سوتوز اللي نطيبو فيها، نشعلو عليها ونديرو لها زيت زيتون كما راكم تشوفوا مشاهدينا. يعني اليوم يعني استعملت لي دو روسيت بزيت زيتون كما راكم تشوفوا. نخلو الزيت تسخن، ما بيد راهي تسخن هنا من الاحسن نمد لا كولور لا كاروت. حبي يقول هنا زروديه نقطعوها اونسيفلي، هاد لو بلا هذا اسمه بوف او كاروت. حبي يقول اللحم تاع البقري هنا راح نطيبوه زروديه، بصح برك لا كونتيتي تاع لا كاروت لازم تكون يعني طون بورطون مع اللحم، يعني نفس الكميه تاع زروديه اللي تكون في اللحم. يعني ولا درنا رطل تاع اللحم نديرو رطل تاع زروديه كما راكم تشوفوا. ولازم تانيك النكهه تاع زروديه دوميني في هاد لا روسيت، يعني تكون قويه على بها سماوه بف او كاروت كما راكم تشوفوا. هنا لازم نقليو زروديه زيت زيتون، ما بيد راهي تتقلى حنا نزيدو نقطعو البصل. هكذا كما راكم تشوفوا يعني يكون كبير، ما لازمش يكون البصل يعني مقطع رقيق.
هذه الوصفه هذه يعني سامبل كلاسيك، يعني روسيت قديمه بزاف اللي كانوا ياكلوها بزاف يعني لي فرونسي. كما راكم تشوفوا هنا لا كاروت لازم تقلى بزيت الزيتون مع البصل، ونزيد معها ثوم. هنا الثوم اكرازي، كما راكم تشوفوا ما قطعتوش صغير ولا رقيق، جست اكرازي. نزيدوه هنا، لازم نحمروا يعني اون فاسيزير هاد لي ليغيم، يعني نحمروهم من بعد، يعني من بعد نحيوهم فين تيرين باش نبدا نحمر اللحم، من بعد نخلط لي دو ميلونج. كما راكم تشوفوا ودرك نحكم انتيرين، هكذا يعني نحيو كل شيء، نطفيو عليها، نزيدو شويه زيت. نعاود نشعل على المقلة ونبدأ نقطع اللحم. يكونوا دي كوب شوية كبار، الأحسن هنا إن فيون بيغسي، يعني اللحم يكون فيه شوية شحمة كما راكم تشوفوا. ديروه مباشرة في المقلة ونخليه يتقلى، ما بيد راهو يتقلى انا ندير براسي. نجيبوا الملح، هنا الملح نديروا لا بروميير كونتيتي تاع الملح، هاد لو ميلونج تاع كاروت اي اونيون، يعني البصل ثوم وزروديه، درنا لهم شويه ملح ونديروا شويه ملح هنا في اللحم. شويه بواف، زعتره زيدوها مع اللحم، كما راكم تشوفوا ودرك هنا مشاهدينا واش لازم نديرو. هنا عندنا الخل، الخل نديكلاسيو به في المقلة اللي فيها اللحم، لي الشيك تاع اللحم كامل يعني واش لاصق في المقلة راح يتنحى. فوالا كيما راكم تشوفوا ودرك مباشرة نزيدو الخليط الاول، هكذا كما راكم تشوفوا
نزيد عليه شوية كمون، ودرك نمرق افيك ان بويون، يعني مرق سواء تاع مرق يعني ان بويون دو فو ولا دو فولاي كيما تحبوا. هكذا نمرقو امي غوتور، يعني ما لازمش حتى وين يتغطى كامل. هكذا كما راكم تشوفوا هنا الوصفه، يعني كملنا درنا كل شيء، يعني كاع لي زانغريديون درناهم ونخلوهم يطيبوا حوالي 20 دقيقه. حب يقول كو بوف او كاروت سي اون روسيت كلاسيك، يعني سي ان بلا كلاسيك دو تيروار دو لا كوزين فرونساز، هو طبق من فرنسا اللي اسمه بوف او كاروت، يعني لحم البقر بزروديه. هنا لازم يعني برك نعاود نفهمكم ونقول لكم بلي لا كونتيتي تاع اللحم لازم تكون لا ميم زروديا. حبي قلنا درنا كيلو لحم نديرو كيلو زروديا، واذا قلنا نديرو رطل تاع اللحم نديرو رطل زروديا، ولهذا على بها سميناه بوف او كار. كيما راكم تشوفوا مرقناه امي اوتور، يعني سواسوا على حسب النيفو تاع اللحم ولا كاروت، ولهذا درك لازم نخلوه يطيب كيما قلت لكم حوالي 20 دقيقه، من بعد ناكلوه بالصحه والهنا. درك ما نطولش عليكم، نشوفكم بعد قليل في الدريساج فينال تاع نهار اليوم. مشاهدينا كما راكم تشوفوا الوصفتين كملناهم. نعاود نفكركم في الوصفه الاولى درنا سلطه دو بوم دو تير بوطون، يعني سلطه تاع البطاطا بوطون، وفي الوصفه الثانيه درنا دو بوف وكاروت ولا لحم البقري بالزروديه. ان شاء الله الوصفتين عجبوكم وجاكم سهلين. واليوم كاينه حاجه برك يقولها لكم، كاين وليد صاحبنا اللي اسمه مشمشة علي ياسين اللي راح يقفل عام، نتمنوا له يعني عيد ميلاد سعيد وان شاء الله يتربى في عز والديه، ونقولوا له جوايز انيفرسير. ما بقى لي ما نقول لكم درك غير سلام.